هو مقهى الأعمال بجامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله ضم مجموعة من المقاولين الشباب عرضوا تجاربهم على طلبة المقبلين على إطلاق مشاريعهم التي تتنوع من طالب لآخر حسب التخصص. مقهى الأعمال هي عبارة عن تقريب الطالب أو حامل المشروع من القطاع الاجتماعي الاقتصادي والشريك الاجتماعي الاقتصادي المتمثل في إما أصحاب مؤسسات ناشئة أو أصحاب شركات أو أصحاب قطاع خاص. هذا المقهى الأعمال مكن طلبة خاصة اللي راهم حامل مشاريع أو عندهم آفاق في المقاولاتية وريادة الأعمال كسر الحاجز ما بين عالم الجامعة الذي راه ما بين الدروس بين المحاضرات التطبيقية والأعمال الموجهة. قدروا الطلبة بأنهم يواجهوا هذا العالم المتمثل في هؤلاء رجال الأعمال، حيث أنهم قاموا بطرح مجموعة من استفسارات من تساؤلات. وجينا هنايا كيشغل في هذا المقهى هذا اللي داروه لصحاب اليونيفرسيتي تاع بوزريعة، تحكي لنا على الاكسبيريونس تاعك كيفاش بديت وكيفاش راك دوكا. قبلت الانفيتاسيون والحمد لله. انا صاحبه مؤسسه بي اي كوتشينغ اند ديفلوبمنت اللي هي مختصه في الاستشاره والتدريب. هنا كان لدينا شرف يعني عطاونا هذه الفرصه ان نشاركوا مع الطلبه تاعنا تجارب تاعنا، يعني شاركنا تجارب. الطلبة من جانبهم كانت فرصة لهم لطرح مختلف العوائق التي واجهتهم وأخذ التجربة من رواد الأعمال، خاصة وأن قرار إنشاء مؤسسات ناشئة استحدث مؤخرا في الوسط الجامعي. هي خطوة بزاف مليحة لأنه تعلمنا بها بزاف كيفاه نطرقوا المشاريع تاعنا، وحتى كيكونوا عندنا أسئلة كيفاه هما يجاوبونا على الأسئلة تاعنا. هذه مرافقة بزاف هايلة اللي طرقت لها الحاضنة. اليوم كان اللقاء مثمر حيث استفدنا كثير من رواد الأعمال والمقاولين بالمعلومات ثرية كانت قدمها المقاولين للطلبة من خلال توجيهاتهم في تنمية مشاريعهم في المستقبل. تنظيم مقهى الأعمال بصفة دورية قد يساهم بشكل كبير في رفع الضبابية أمام الطلبة أصحاب المشاريع.